حواء أجمل مخلوقة من بني آدم خلقها الله. فلما نام خلق الله من ضلعه الأيسر حواء في خلقته في هيئته، لكنها أجمل منه. خلقت في صورته وجملت، يقول أهل العلم حواء أجمل مخلوقة من بني آدم خلقها الله. فلما صحى آدم من نومه استيقظ، إذا بحواء جالس عنده، نظر إليها قال من أنت يرحمك الله؟ قالت أنا منك ولك. فجاءوا الملائكة قالوا يا آدم ما اسمها؟ ذي ما أخبرتنا عن اسمها، أخبرتنا عن كل شيء إلا هذه. قال هذه حواء. قالوا لما أسميتها حواء؟ قال لأن كل حي يخلق من ميت إلا هي خلقت من حي، فسماها حواء. ثم قال الله له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، خذ بيده الجنة عندك روح. فمسك حواء آدم بيد حواء ودخلوا الجنة. فلما دخلوا الجنة قال الله لهما فكلا منها رغدا حيث شئتما، أي شيء تبغونه. وقال الله لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إبليس ما تقهر، أول شيء لعن وطرد يوم رفض السجود، وثاني شيء آدم وحواء يدخل الجنة ويتنعموا وهو برا. قد طرد، اخرج منها مذموما مدحورا، فاستأذن ربه في الوسوسة لآدم وحواء فأذن له، فبدأ يوسوس لهما حول شجرة واحدة. شوف الجنة فيها مليارات الشجر، سميت الجنة جنة من كثرة أشجارها، وما نهاهم إلا عن شجرة واحدة، ولكن النفس جبلت على حب الممنوع. دخل آدم الجنة وحواء، مكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ابتعد عن الشجرة في البداية، ثم جاءهم إبليس بالوسوسة قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوف أنت الوسوسة هذه كيف، أصلا الملائكة سجدوا لك يا آدم، فهل أنت محتاج تكون ملك؟ أنت أقرب إلى الله عز وجل، لأن الله اصطفاك، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لكن قدر الله المكتوب أن آدم لابد يعصي ويأكل من شجرة هو حواء. لم يزل يوسوس آدم ما كان له عليه طريق، فذهب إبليس إلى المخرج رقم كم؟ المخرج رقم 2 عند حواء، قال حواء أشد تأثيرا على آدم مني، أنا عدوه. لكن حواء ما عدوه، حواء زوجته، وحواء ما تدري عني ما تعرفني، ولذلك علموا نساءكم الدين وإلا جاء إبليس ودخل لكم من أزواجكم. فماذا فعل؟ جاء إبليس لحواء وسوس لها، قال شوف آدم ما هو راضي يفهمني وأنا ناصح، شجرة هذه إذا أكلتم منها ما تطلعوا من الجنة وتصيروا ملائكة. حواء صدقته، قالت أما أنا فآكل، وإذا أكلت آدم بيأكل. فأكلت حواء قبل آدم. الحيض نزل على حواء وكتب على بناتها بسبب أكلها من الشجرة المحرمة. أما آدم فأخذ اللقمة فوضعها أو المضغة وضعها في فمه، ثم أراد أن يبلع، ثم تذكر أن الشجرة قد نهي عنها، فأراد أن يدفعها يرجعها، فتوقفت في رقبته، وهي هذه لقمة آدم في رقبة كل رجل، ولا تجدها في امرأة، المس هنا تجدها صغيرة، هذه مضغة آدم أبقاها الله في رقبة كل ذكر، وأصبحت كل أنثى تحيض في الزمن الذي أكلت فيه حواء من الشجرة. ثم جاء العذاب، العقاب الثاني، الجلد الذي كان يغطيهم كلهم نزع عنهم، وهو ولم يبقى إلا ما على رؤوس الأطراف، رؤوس الأصابع، أصابع الرجلين وأصابع اليدين، ينزع عنهما لباسهما. هذا كان لباس، ولذلك تجد الحوت الآن أشبه ما يكون لباسه بالأظافر، لكن يغطيه كله، في حوت جميل بألوان وأشكال ويغطى أشبه ما يكون بالأظفر، شفتوه عندما تقشبه. آدم كان غطاءه أجمل من ذلك وحواء أجمل من ذلك، ولم يريا منذ خلقهم الله بشرتهم هذه إلا بعد المعصية. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يبي يغطوا أنفسهم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء الأمر أن يهبط آدم إلى الأرض وحواء وإبليس، اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سقط آدم